ايوه اتفضل حبيبي. الحمد لله يا كابتن، انا عايزك في موضوع مهم جدا. اتفضل معاك يا كابتن. انا الاول بلعب كونغ فو بقالي سنتين عند كابتن تاني. بقالك سنتين بتتمرن؟ تمام تمام. انا كنت ماشي في الشارع وانا وخطيبتي، حطيت في موقف وحش جدا اللي هو ثلاثة تعرضوا علينا، يعني تهجموا علينا. تمام. كنت انت ماشي مع خطيبتك وفي ثلاثة تهجموا زي مثلا تحرش او حاجة من النوع ده؟ تمام. وبعدين؟ تمام. فانا جربت اللي انا اتعلمته في السنتين دول كركلات كلكمات، مفيش حاجة اثرت فيهم. يعني انا مش عارف انا انت في ايه. هم ضربوك فانت ضربتهم ضربت يعني، فيهم؟ ايوه. والحركات ما اثرتش فيهم خالص، الحركات ما اثرتش اللكمات والركلات والكلام ده كله. طب بص يا حبيبي، اولا العيب عمره ما كان في الكونغ فو او الكاراتيه او اي فن قتالي. العيب ممكن يرجع لطريقه التدريب او المدرب بتاعك ما قالكش على الاسرار اللي تخليك تطلع لكمه او ركله او قوه مؤثره. انا ماليش دعوه خالص بالكابتن بتاعك، ده مبدا عندي. لو في اي حد جاي لي كان بيتمرن عند مدرب مش عاوز اجيب اسم ولا اي حاجه، انا بس عايز اشوفك دلوقتي مستواك وانت بتعمل لكمات وركلات. اتفضل على الهوا كده اضرب لكمات بتاعتك، كل اللي انت خدته. ايوه اقوى حاجه عندك. ها برافو برافو، ها جامد. طب نشوف ركلات، نشوف ركلات. ها لاحظوا شباب معانا كده ما بيحركش جسمه خالص في اللكمات والركلات. ها نوع. ها ركله اماميه في سايد كيك مثلا، ماشي. بس بس يا حبيبي، طيب انا دلوقتي كده عارف مشكلتك وهحلها لك، بس بالله عليك قبل ما احل لك مشكلتك لازم توعدني ان السر اللي انا هعلمه لك ده تستخدمه بس وقت الدفاع الشرعي عن النفس، وقت ان انا اني يا رب لما اكون مظلوم. لان الطريقه اللي انا هعلمها لك دلوقتي دي اسمها القوه الكامنه او القوه الداخليه الكليه، اللي هي تخليك تعمل لكمه قويه جدا، ركله قويه جدا. تمام. ولو جت في حد هتضره قوي، فلازم اكون حريص امتى استخدمها، لان مهما كانت قوتك تذكر قدره ربنا عز وجل عليك. موقف بقى اللي حصل لك المحرج والكلام ده انا عارف انه مؤثر فيك نفسيا، بس انساه خالص. حلو. بص من شويه دلوقتي يا حبيبي انت كنت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي كنت بتعمل حاجه اسمها القوه الثابته. يعني القوه الثابته؟ القوه الثابته يعني انا واقف وبعمل لكمات كده، بعمل لكمات بالشكل ده، بعمل ركلات كده، بعمل ركلات بالشكل ده مثلا، جسمك كله مش بيتحرك. لكن النهارده انا هعلمك حاجه مهمه جدا في علم الحركه، ازاي جسمك كله يضرب في اللكمه، جسمك كله يضرب في الركله. هديك مثال. بص كده وانا واقف بالشكل ده مثلا، بص كده معايا. شفت الفرق؟ في باور، في طاقه. لما اجي احرك، لما اجي اضرب بس بالقبضه كل جسمي ضرب معايا، لما اجي اضرب في الركله كل جسمي ضرب معايا. فبالله عليكم يا جماعه السر اللي انا هعلمه لكم ده خلي بالكم، لان لكمه واحده بس خارجه من قوه جسمك كلها او ركله كفيله ان هي تقضي على شخص. فخلي بالكم على قد ما تقدروا. تمام. نبدا دلوقتي نشوف السر اللي انا هقوله لك. علم الحركه او علم التشريح عندنا مفاصل في جسمنا، تمام؟ زي ما اتفقنا القوة الثابتة بعمل الحركة وجسمي كله مش بيتحرك، لكن القوة المتحركة بقى بسم الله عندي مفصل القدم واحد، مفصل الركبة اتنين، مفصل الفخذ تلاتة، مفصل الكتف أربعة. المفاصل مسؤولة عن الحركة والضم والبسط والتبعيد والتقريب. فهتقف دلوقتي معايا الوقفة الجانبية بالشكل ده اهوت. بص المفاصل الاماميه دي احركها ازاي؟ احركها بالشكل ده وارجع تاني، بحرك واحد اتنين تلاته اربعه، ها الف وارجع تاني، ثم القدم اللي ورا الف وارجع تاني، ها الف وارجع تاني. برافو. اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ المسار. المسار ده محتاج مني قوه، والقوه عباره عن ايه بقى؟ بذل جهد. بمعنى نفس الحركه دي، بص معايا يا محمد، اضرب جامد وارجع، طلع قوه جامد وارجع، اللي ورا جامد وارجع، اهو الف المفاصل وارجع تاني، اهو لف وارجع لف وارجع. يبقى هنا دلوقتي انا بشغل كل المفاصل بتاعتي. يبقى لما اجي مثلا اقف واضرب لكمات كده بس مش هتكون مؤثره، لكن لما اكون واقف بالشكل ده واحرك المفاصل كده هتكون جامد، ولف واضرب هتكون جامد. يبقى انا مش بعمل ايه؟ مش بعمل بس كده، لا ده جسمي كمان بيضرب معايا. يعني مثلا بص كده معايا، جرب كده لك 200، حرك مفاصل جسمك كلها، ها الله ينور عليك تاني، ها خرج نفس، اسرع، عايز اسرع، برافو عليك تاني، ها
حلو. نفس الطريقه في اللكمه برضو ايه الدائريه. بص في ناس بتعمل في الاستلم كده بس، لكن بص معايا الضربه دي كده ها يلا اضرب كل مفاصل جسمك بقوه. المفاصل واحد برافو، ها اثنين جميل، ثلاثه ها اربعه ها ابركات ابركات. بص 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 كده ضرب الجسم بضرب ازاي. شوف جسمي اصلا بص وانا بلف، بص معايا كده اثبت، بص بيضرب المفاصل بص ثبت ها وريني برافو برافو ها حلو. هعمل الثلاثة ورا بعض، هسيب جسمي ايه بص يندمج معايا. بص بص كده بص جسمي بيعمل ايه، شفت كتفي بيدي دفعه وكتفي بيدي دفعه، باخد القوة كده بتاعتي اهو. يلا ها قدام الناس كده اقوى جامد نوع ها برافو خرج نايس جميل جميل. شايفين الفرق جسمه دلوقتي كله بيضرب ازاي؟ نفس الفكرة في الركلات. في ناس كتير بتعمل ايه كده او في ناس بتضرب كده، الركل صح والشكل صح لكن مش مؤثرة. رجل ورا اهي بضرب بكل المفاصل بكل جسمه راوند هاوس كيك او بيانتوي الامامية. يلا اتفضل وريني ها نوع، هيضرب جسمك كله جامد ها واحد برافو جميل. شايفين التقدم؟ تعال بقى نطبق على الساند باج. على الساند باج او على الجسم ادي لنفسي المسافة المناسبة واحدة. بص معايا مش كده وانا ثابت، لا وانا بلف حرك المفاصل اهو شفته تمام. ننوع في الحركات يلا حرك كل مفاصل جسمك ها امشي معايا احمد يلا ها جنب برافو بطل بطل جميل. الله اكبر عاش نايس نايس برافو يا بطل ما شاء الله. ايه الفرق؟ فرق كبير طبعا يا كابتن. اللي انا الاول كنت بقى واقف مكاني وبضرب ركلات عاديه، منور عليك نفس الفكره ركلات عاديه. بص كده لو انا ثابت زي ما انت كنت بتعمل الاول بص كده وعملت كده مش مؤثره، لكن انت متخيل لو انا دخل عليك بقوه كده خلاص انت دلوقتي لكمتك دي لو جت في حد هتقضي عليه تمام يا شباب. يبقى القوة الثابتة ان انا جسمي ثابت وبطلع قوة بس، لكن القوة المتحركة بضرب بالكتف بالركبة بضرب بكل شيء. دي ده السر. السر ده مرتبط بعلم الحركة وعلم التشريح. نتمرن باستمرار مهما كانت قوتك، تذكر قدرة ربنا عز وجل عليك ان الله يحب المعتدين. دايما كن انسان مظلوم مش ظالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.